نبدأ على طول وناخد التليفونات. أم يوسف، أهلا وسهلا. ازيك يا استاذة دعاء؟ ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ عاملة ايه؟ الله يخليك الحمد يا استاذة لله، دعاء. أهلا ازيك يا شيخ؟ بيك. الحمد لله بخير، الله يبارك فيك يا يا رب. رب دايما. بص حضرتك يا شيخ، انا عندي جوز انا عصبي جامد، وفي نفس الوقت ان هو يعني كل ما يتكلم معايا يقول لي ده انا هنتجوز عليك هنتجوز عليكي، وانا والله ما انا مقصره في اي حاجه، ووالدته سامعه الكلام، هي يعني انا مش مقصره معاه، وبس بيشتمني ومعامله وحشه خالص والله. ايه الحل اللي انا نعمل معاه وانا معايا عيلين؟ طيب يعني قول امه لي انا نعمل ايه. ومحدش نعم، يعني هو بيهينك وبيشتمك وكده؟ اه طيب في حد بيقف قصاده مثلا، والدته ووالده؟ بص يا شيخ، هو غلبان، بس هو عصبي بطريقه غريبه، وما يثقش منك اي كلمه ان انت تتكلمه معاه، يعني اي كلمه ان انت تتكلمها معاه ما بيثقهاش منك. وكل مثلا لو انا مثلا تعبانه او اي حاجه يقول لي والله لا رايح متجوز عليك، ده رايح متجوز عليك. طيب بس انا معلش، يعني هو ما بيطقش اي كلمه دي في وقت العصبيه بس، ولا في يعني اي حاجه طالما مثلا انت نرفزته او مثلا قلت حاجه ما هيش عاجباه خلاص كده ما ينفعش ان انت تتكلم معاه تاني، ولا انت تتعصب، ولا انت تتكلم ايوه معاه وقت، يعني ده يعني طول الوقت. طول الوقت حتى وهو لما والله يهدى. يا استاذه دعاء، والدته قاعده هي وسامعه الكلام، وحياه ربنا، وهي عايزه تكلمك يا فضيله الشيخ. هاتيها يا ماما، هاتيها. خدي يا ماما كده. السلام عليكم. ايوه وعليكم عليكم السلام السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا حاج؟ الله يخليك يا حاج، الله يخليك يا شيخ، ما هو اتكلمش من دعائك الحلو ده ابدا. الله يبارك فيك يا رب. هو ينفع كده يا حاجه؟ والله انا مش عارفه، والله والله قلت لا انا بستنى لكم حاجه ثانيه، والله ده هو غلبان يرجع ثاني يطبطب عليا ويقول لها معلش حدث عليا. يعني هو يتعصب وبعد كده يحس ان هو هو غلطان وغير عليها غيره فظيعه. غير غيره فظيعه، يعني لو ما تمشيش هنا ما تعمليش كذا، ما تمشيش مع حد، تكلميش فلان ده حاضر. طب وانتي ما بتتكلميش معاه يعني ان هو؟ والله بتكلم معاه ونقول له ده شيلان. هو عنده كام سنه يا حاج؟ عنده كام سنه؟ عنده كام سنه؟ عنده 34 سنه. طيب صغير يعني. فبابا اللي متربي بعيد عن ابوه ده ما لقاش حنيه من حد. هو من اصلا بابا مش موجود؟ موجود، بس احنا انا منفصله من عمر محمد ده، وهو لسه حته لحمه في بطني. طيب يا حاج، ده مأثر عليه يعني؟ بص وقعدت معاه وربيته مأثر عليه له نفسيا يعني؟ والحمد لله. طيب يا حبيبتي ربنا يهديه، انا بس ربنا يهديه، بس هو اللي زي يا رب ربنا يهديه. والبركه في الشيخ بابا ودعوته الحلوه المستجيبه لربنا دي. الله يهديه ويستحيل. وقول له يوسف معلش وطولي بالك شويه، نقول لها معلش يا حبيبتي انت بنت، وانا ربنا ما ادانيش بنات وانت بنت. ربنا طيب اديني اديني ام يوسف، معلش اديني ام يوسف. انا احنا عايزين نقول حاجه برضه يا شيخ احمد، ايوه حماتها ست جميله طيبه. يعني ست حماه يعني، ربنا يعني ايه. بص يا ام يوسف، يبارك لك في حماتك. بص يا اولا، ربنا يبارك لك في زوجك يا رب ويهديه، ويبارك لك في اولادك وفي حماتك يا رب، ربنا يحفظكم يا رب ويديم هي عليكم. كويسه معايا خالص والله، ايوه امك، وعامليها كويس يعني، ربنا اعلم ان انا بنعمل معاها ايه وهي بتعمل معايا ايه يعني. ربنا يخليكوا. شوف يا ام يوسف، ربنا يخليكوا لبعض، لكن يعني محتاجين هو بس زوجك لو كان موجودكم ان احنا ممكن نتكلم معاه. كنت نفسي ان هو يبقى موجود يا شيخ. على حاولي ان هو يبقى موجود ان شاء الله، وحاولي ان انت تتواصلي معانا بعد كده. اولا لاني نحن نرفض الاهانه، نرفض الشتيمه، مش احنا اللي بنرفض، لا يعني العرف والشرع، يعني الشرع نفسه بيرفض ده، فاهمه؟ لان انا متزوج ده على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنا أعاملك على كتاب الله وعلى سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هو إن كان في طبع، الطبع ده ممكن يتغير على فكرة. رب العالمين قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الصبر بالتصبر وإنما الحلم بالتحلم. يعني الإنسان يبدأ يتعلم الصبر، يبدأ يتعلم الحلم. يا شيخ بعد إذن حضرتك ثانية، انا كان تعبان وكشفت عليه، المهم ان انا قلت له للدكتور قال له بطل السجاير، انا قلت له بطل السجاير من هنا يعني لحد دلوقتي ما بيتكلمنيش عشان قلت له بطل السجاير. ما تقولولوش تاني بطل خلاص، ما تقولولوش تاني، انت دعي له وانت بتصلي. هو بيصلي ولا لا؟ هي خلاص، هي سبحان الله،
ممكن الابتلاء يكون في الزوج او في اهل الزوج، اه الحما طبعا مثلا زي ما الابتلاء. بنشوف مكالمات ان هم بيسودوا عيشة البنت، لكن سبحان الله دي حماتها ست جميلة وطيبة وبتعاملها كأنها أمها، لكن الابتلاء في الزوج. هي بقى يعني مامته بتقول ان هو بيحبها وبيغير عليها، ولو زعق لها بيرجع يصالحها. هي واحنا الدنيا يا استاذه دعاء فيها كدر، مستحيل اي انسان يعيش من غير كدر، لا مستحيل، لا يمكن، والانسان دائما في مشقه. قال الله عز وجل لقد خلقنا الانسان ايه في كبد. كبد يعني ايه تعب ومشقه وبتاع وما الى ذلك. من ضمن المشقات دي اللي هو قضيه الابتلاءات واكدار الدنيا، لكن احنا المفروض بنبدا نقابل هذه الاكدار، هذه الصعوبات وهذه الابتلاءات بايه؟ بالصبر. يعني بنحاول بقدر الامكان نحن نصبر انفسنا، نحاول يعني كما قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون لما صبروا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني إحنا ليه كل ده الحث والحس؟ وعلى فكرة الصبر ورد في القرآن عشان تعرفي أهمية الصبر ده 90 مرة في كتاب الله تبارك وتعالى، وده يدل على أهمية الصبر. إن الناس تحاول، واحد يقول لك أنا مش قادر، لا حاول حاول، لأن سيدنا النبي قال كده، قال الصبر بالتصبر، يعني المرة دي تكظم الغيظ، تاني يوم تزود شوية، تالت يوم، وبالطريقة دي فإذا علم الله عز وجل في قلبك خيرة وإن أنت محتاج فعلا وأنت عاوز ده اللي أنت تبقى صبور، يعني ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الصبر إن شاء الله ويرزقك الصبر. ربنا يهديه لها إن شاء الله يا رب يا رب. ستدعي الدعاء سحر والله.